باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. وما روحك أيضا. قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. في هذا النهار ومع بداية هذه الذبيحة الإلهية، ونحن نحتفل بأبنائنا وبناتنا من الكشافة والمرشدات في تجديد الوعد وعدهم الكشفي، لنقرع صدورنا طالبين مغفرة خطايانا ليتقبل الله منا هذه الذبيحة. أنا أعترف لله خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم التائبة البتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا للحياة الأبدية. آمين. صلي. أشملنا بستر حمايتك يا رب، فتجري بتدبيرك أحداث العالم في هدوء وسلام، وبحولك تخدمك الكنيسة في دعة وأمان بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.
القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. قالت صهيون: قد خذلني الرب ونسيتني السيد، أتنسى الإمرأة مرضعها؟ فلا ترحم ابن بطنها، ولكن لو أن هؤلاء نسين أنا لا أنساك. كلام الرب. الشكر لله. المزمور الرد. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. إنما الله تسكن في نفسي، لأن من عنده خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، هو حصني، فلن أكون متزعزعا. إليك يا رب أرفع نفسي. ألا أسكن يا نفسي إلى الله، لأن من عنده رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، هو حصني، فلن أكون متزعزعا. إليك يا رب أرفع نفسي. من الله خلاصي ومجدي، والإله حصني العزيز ومعتصمي. أيها القوم اتكلوا عليه في كل حين، وافتحوا بين يديه قلوبكم. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. القراءة الثانية فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، ليعدنا الناس خداماً للمسيح ووكلاء أسرار الله، وجل ما يطلب من الوكلاء أن يكون كل واحد منهم أميناً. أما أنا فلا يهمني كثيراً أن تدينوني أو تدينني محكمة بشرية، بل لا أدين نفسي، فضميري لا يؤنبني بشيء، ولكن ليس هذا ما يجعلني باراً، فدياني هو الرب. فلا تدينوا أحدا قبل الأوان، بل انتظروا مجيء الرب، فهو الذي ينير خفايا الظلمات ويطهر سرائر القلوب، وعندئذ ينال كل واحد من الله ما يعود عليه من الثناء. كلام الرب. بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه:
ما من أحد يستطيع أن يعمل لسيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يلزم أحدهما ويزدري الآخر. لا تستطيعون أن تعملوا لله وللمال. لذلك أقول لكم، لا يهمكم العيش ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون. أليست الحياة أعظم من الطعام، والجسد أعظم من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يرزقها، أفلستم أنتم أثمن منها كثيراً؟ ومن منكم إذا اهتم يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟ ولماذا يهمكم اللباس؟ اعتبروا بزنابق الحقل كيف تنمو، فلا تجهدوا ولا تغزل. أقول لكم إن سليمان نفسه في أبهى مجده لم يلبس مثل واحدة منها. فإذا كان عشب الحقل وهو يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فما أحراه بأن يلبسكم يا قليلي الأيمان؟ فلا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فهذا كله يسعى إليه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولاً ملكوته وبره تزاد هذا كله. لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه، ولكل يوم من العناء ما يكفي. كلام الرب. التسبيح لك أيها. أرحب باسمكم بقدس الأب إبراهيم نفع، مرشد المرشد العام للهيئة الكشفية والمرشدات والكشاف هنا في الأردن. أهلا وسهلا فيك أبونا. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. إخوتي الأحبة، يفتش الإنسان دوما عن الاستقرار، عن الراحة، وبسبب بحثه المتواصل عن هذا الاستقرار الخارجي لطالما يفقد الراحة الداخلية. فالهموم تنخل فينا كالسوس في الخشب، هموم الغد كثيرة، فالحياة وكل متطلباتها تنقص حياتنا، فنحن نعيش يومنا بالآهات بسبب كثرة التأوهات. نركض ولا نصل، نفتش ولا نجد، كل واحد منا وكأنه عنكبوت صغير، عنكبوت مشبوك ومحاصر من كل جهة بخيوط رفيعة، يحاول أن يخرج من سجنه لكنه يتحرك والخيوط تواكبه السير ملتفة حوله. يفكر الإنسان بنفسه، بطموحاته، بأحلامه، بأهدافه، بمشاريعه وبمستقبله، ونفس هذا الإنسان يفكر بأهله وبمشاكلهم وهمومهم وأتراحهم والمآزق التي يتخبطون فيها. يفكر نفس هذا الإنسان بأولاده، بتعليمهم، علاجهم، مستقبلهم، فهو يعيش اليوم وفكره محاصر من خيوط بوده أن يحطمها، بوده أن يقفز، أن يتحرر منها، أن يصل، أن يحقق اليوم ما يرجوه للغد، لكنه لطالما يصطدم بالفشل. وإن نجح في قطع خيطا فهناك عشرات الخيوط والمشاكل والهموم التي تبرز مكانها. وبكلمة موجزة،
يفتش عن الاستقرار، عن راحة البال، عن تحقيق مستقبله، وعن مسح الأسود بالأبيض، لكنه يجد نفسه يتخبط بالواقع وأسير لهذا الواقع. فيبدأ آنذاك القلق، تبدأ الحسرة، وتبدأ الهموم تجالسه وتواكبه السهر وتسرق راحته. إخوتي، مشكلتنا هي أنفسنا، حطينا حالنا بالمكان الغلط. لقد وضعنا أنفسنا في وسط الدائرة، في وسط دائرة حياتنا، وكأننا أصبحنا الألف والياء، وأردنا نحن بقوة عضلاتنا، بقوة تفكيرنا، وبقوة علمنا واتكالنا على أنفسنا أن نحل مشاكلنا، دون أن نعلم أن اعتمادنا الكلي والحصري على أنفسنا هو مصدر ضعفنا. السيد المسيح يقول لنا: بدوني لا تستطيع أن تفعل شيئا. واليوم يكشف لنا الإنجيل هذه الحقيقة فيقول: من منكم يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟ عمالك تقلق على مين؟ عفلان من الناس، خايف عليه، قلقك بقودك إلى الخوف عليه، خايف عليه إنه يمرض، خايف عليه إنه ما يشتغل، خايف على مستقبله، خايف لا سمح الله يحدث له سوء. كل هذا القلق إلى اليوم، أنت اللي عمرك 30 ولا 40 سنة ولا 50 سنة، اللي طول هاي المدة كنت تقلق، كل هذا القلق إلى ماذا قادك؟ لوين وصل فيك؟ مشكلتنا أننا فقدنا الثقة به تعالى بسبب قلة إيماننا. واليوم يريد أن يفهمنا السيد المسيح أمراً هاماً، وهو: علينا أن نشتغل، علينا أن نفكر ونعمل ما بوسعنا، لكن هذا لا يكفي، علينا في نفس الوقت أن نضع ثقتنا به تعالى. ومتى عملنا ما علينا أن نقوم به وسلمنا أمرنا لله ووضعنا أنفسنا بين يدي عنايته وحكمته الأزلية، آنذاك سيحل السلام في حياتنا رغم كل الصعوبات. ألا يقول الكتاب المقدس: إذا نسيت الأم رضيعها أنا لن أنساكم. إخوتي، هذه هي الثقة التي تنقصنا والتي يطالبنا بها السيد المسيح. فالله هو أبونا ويحبنا ويفهم مشاكلنا وهمومنا وصعوباتنا أكثر منا، ومن جهة أخرى يريد خيرنا أكثر منا. لذا فهو يطالبنا بالثقة العمياء. نعم، لا يهمكم أمر الغد، لا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل. ومتى وضعنا أنفسنا بين يدي مشيئته تعالى، آنذاك سيدخل السلام في قلوبنا. إني ولو سلكت في وادي ضلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي، يقول لنا الكتاب المقدس. إخوتي، هذا هو ما ينقصنا، أن نسلم أنفسنا له تعالى وأن نقبل إرادته مهما كانت. وعلينا أن نطلب أن تتحقق إرادته حتى ولو كنا لا نفهمها، لنرمي أنفسنا وهمومنا ومشاكلنا بين يدي رحمته، خاصة في هذه الأيام العصيبة المليئة بسفك الدماء والأوبئة. فهو القائل: لا تخافوا، لا تخافوا، أنا معكم، أنا الألف والياء، أنا معكم إلى منتهى الدهر، أنا معكم في الضيق، أنا معكم في الطريق، أنا معكم في وقت المحنة والمصيبة، أنا معكم في معترك هذه الحياة، أنا معكم في الحزن، أنا معكم عندما يتخلى عنكم الجميع، أنا معكم، لا تخافوا. إخوتي الأحباء، لنجدد إذن اليوم ثقتنا بالسيد المسيح ولنقل: يا رب، في كل مرة نفقد الثقة بك
أنت امسك بيدنا، انتشلنا كما انتشلت بطرس بالأمس، وخذ بنا إلى بر الأمان. آمين. لطفاً قيام. مناصب وأسماء قيادة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة العذراء الناصرية. القائد العام للمجموعة ميرنا نصار. نائب القائد العام وقائد الفرقة الإرشادية إيناس نصار. قائد الفرقة الكشفية حسام الطويل. أمين صندوق يزن سابيلا. أمين سر أنمار نعومي. قائد وحدة الزهرات ساندرا النبر. قائد وحدة الأشبال دانيال المعشر. مساعد قائد وحدة الزهرات دينا مير. قائد وحدة الكشاف جويل عطلة. قائد وحدة المرشدات هيلين مارشيليان. قائد وحدة الكشاف المتقدم سليم الزعمط. قائد وحدة المرشدات المتقدمات لارا بدرة. قائد الفرقة الموسيقية بشارة البلة. أمين عهدة عمر سابيلا. مسؤول اللجنة الإعلامية عبد الله سموري. نؤمن بإله واحد. آمين. ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأحبة،
لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مرحمه ونعمه السماوية. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تبقى راسها قوية وملجأً أبدياً لكل من يبحث عن الخلاص، معطية الأسرار المقدسة ومصدراً لنعم الله كما أرادها المسيحي أن تكون، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل قداسة البابا فرانسيس وأسقفنا ويليام، لكي يملأهم الله باللعبة والحق فيستمر في قيادتنا خليفة للقديس بطرس ورسل المسيح، ويكون خدام الحقيقيين للرب وللشعب في كل وقت، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جلالة ملكنا عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، طالبين من الرب أن يعطيه الصحة والحكمة لكي يقود شعبه وبلاده إلى الخير والسلام والأمان والاستقرار، وأن يكون بابنا مفتوح لكل لاجئ ومحتاج، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل عائلاتنا وأهلنا، أنت يا من اخترت في تجسدك أن تكون لك عائلة مقدسة، نسألك أن تحفظ عائلاتنا وتباركهم فيكونوا على مثال العائلة المقدسة مريم ويوسف والطفل يسوع، وأن تجعلنا شاكرين لنعمة أبوينا وأن تعطيهم الصحة والعافية، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل كاهن رعايتنا أبونا أنطون، لكي يمنحه الله الصحة والقوة وأن يكون لنا أباً في كل وقت وحين، وأن تلهمه بما فيه من خير لنا ولكنيستنا فيكون على مثال الراعي الصالح الذي يرعى خرافه، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل عائلتنا الكشفية، لكي تمنحنا القوة يا رب والمقدرة على أن نخدمك بروح كشفية وبمحبة كاملة، فنرضيك ونقدم أنفسنا إليك بطاعة تامة، وأن تنور عقول قادتنا بما فيه من خير لنا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل السلام نصلي يا رب لكي يحل السلام على أرضنا وفي بلادنا وشرقنا، وأن تعطينا القوة لنكون صانعي سلام، زارعي محبة واتفاق وتقبل في كل زمان ومكان، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء، وهي التي تبقى ساهرة دوما تصلي من أجل أبنائها وبناتها، لكي تبقى شفيعة لنا ولمجموعتنا، ولتحمينا من كل شر وشدة، وأن نعطيها ما تستحق منا من إكرام، إلى رب نطلب. استجب يا رب. والآن لنرفع عيوننا للأم البتول ونقول: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك كي ننال حقا ما طلبناه منك بثقة بالمسيح ربنا، آمين. الخبز والخمر. نقدم لك يا رب ما أعطيته لنا من خبز وخمر، فيتحول إلى جسدك المقدس ودمك الثمين، ويكون لنا خبز الحياة وكأس الخلاص، تقدم مرضية لضلاه أبينا،
فاقبل يا رب وبارك. مجموعتنا الكشفية، نقدم لك يا رب مجموعتنا الكشفية بفريقها أفرادها وقيادتها، فتنير عقولنا وتباركنا وتجعلنا خداما لك حقيقيين، ساعيين دائما للحق والمعرفة، وأن نكون شهودا حقيقيين على محبتك وخدمة كنيستك بكل ما فينا من قوة وبدون مقابل، فاقبل يا رب وبارك. السبحة الوردية، نقدم لك يا رب في السبحة الوردية صلاتنا لأمنا العذراء شفيعة مجموعتنا وكنيستنا، لتحمينا هي وتباركنا وتكون معنا دائما وتكون لنا دليلا يعلمنا الخدمة والعطاء دون حدود دون مقابل، وأن نقول نعم لمشيئتك ونخدمك على الدوام، فاقبل يا رب وبارك. بادن باول، نقدم لك يا رب صورة بادن باول مؤسس الحركة الكشفية ومعلمنا، فتساعدنا أن نمشي على خطاه في الخدمة والعطاء بحسب مبدأه الذي يقول: الكشاف دائما مستعد في أي مكان وأي زمان، خدمة عن اقتناع، خدمة عن التواضع، خدمة عن محبة، فاقبل يا رب وبارك. شعار 2020، لم أأتي لأخدم بل لأخدم. نقدم لك يا رب شعارنا لهذه السنة بحسب قولك أنك لم تأتي لتخدم بل لتخدم، فكذلك نحن يا رب لتعلمنا أن نكون خدام حقيقيين لك ولكنيستك، وتعطينا روح الخدمة والعطاء وتكون لنا عونا في كل حين، فنستطيع أن نخدمك دون حدود، فاقبل يا رب وبارك. المواهب، نقدم لك يا رب مواهبنا التي أعطيتنا إياها باختلاف أنواعها وأشكالها، وما أنعمت علينا به من قدرات ومهارات، فنستطيع أن نخدمك بها ونسخرها لك لكي تتحقق مشيئتك فينا ومن حياتنا، فاقبل يا رب وبارك. حياتنا الكشفية، نقدم لك يا رب حياتنا الكشفية بكل ما فيها لتباركها وتجعلها حياة مرضية لك لمجد اسمك وخدمة شعبك وكنيستك، إلى حين مجيئك الثاني فنفك خيمتنا هذه وتبني لنا مخيما لديك في الملكوت، فنعيش في خيمتك الإلهية إلى الأبد، فاقبل يا رب وبارك. ترتيلت أمام كأسك،
صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك بمجد اسمه ومجده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرنا. اللهم إنك تمدنا بما نقربه لاسمك الكريم وترضى به تعبيرا عن عبادتنا وتقوانا، فإليك نتضرع كي يعود علينا بالثواب الأبدي ما أنشأته سبيلا إلى استحقاقه بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بولادته جدد البشرية، وبآلامه كفر عنا خطايانا، وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الآب فتح لنا أبواب السماء. لذلك مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشيد المجد هاتفياً. قدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حب الأعظم البابا فرانسيس رئيس أساقفتنا بيير باتيستا أسقفنا ويليام وسائر الكليروس. أذكر يا رب إبراهيم وفروسينا وحنا ورائد وسكينة مقدسي ومضفر الوكيل وأمينة تبوني وريني مقدسي وفيكتوريا تبوني والياس سليمان حددين وسليمان وخضرة وعيسى ويوسف وإبراهيم حددين وعلاء كندريان
كما نصلي لأجل ماري إبراهيم الزعمت وزكي الجيجي وروز وريني السيداوي ونجيب ضو وحكمة زكو وأيوب يعقوب وصبيحة ولمعة وغانم وعبد الأحد ومتيلة وسالم وخانون وفريد وفضية توي. نصلي لأجل سميحة وأديب نصراوين وسلطاني وخليل وميلادي هلسي وسلام النبر ونادر نصر الله الذين دعوتهم إليك من هذا العالم. هب لمن كانوا شبيهين بابنك في موته أن يكونوا به شبيهين في قيامته أيضا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومار شربل والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نجسر فنقول: من جميع الشرور والأمراض، تعطف ومنح السلام والاستقرار في بلادنا. أعضدنا برحمتك واحفظنا من كل خطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها رب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام ربي معكم دائما. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى المدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كريمة واحدة فلتبرع نفسي. Thank you.
آخر الكنيسة رجاء البقاء في أماكنكم، رايح الشماس يجي يناولكم هناك. Thank you.
مسيكم جميعا بألف خير. بودي أنا أشكر قدس الأب
إبراهيم نفاع المسؤول عن جميع كشافة اللاتين في الأردن ومرشداتها اللي إجا من الكرك خصوصي حتى يشاركنا في هذه الذبيحة الإلهية. هو المرشد العام للهيئة الكشفية. بودي أن أشكر شكر وتقدير إلى قائد المجموعة الكشفية في كنيستنا، إلى القائد ميرنا نصار وجميع أفراد مجموعة الكشاف والمرشدات. وأستطيع أن أقول أنه بخمسة سنوات من عمر مجموعتكم استطعتوا أن تثبتوا وجودكم بعطائكم وحبكم وإخلاصكم. وشعاركم لهذه السنة ما هو إلا ترجمة لما قمتم به، وهو جئت لأخدم لا لأخدم، على مثال المعلم الإلهي. إلى الأمام، نحن معكم، نحن نفتخر بكم، والرب يسوع يبقى معكم دوما. لنصلي. ها قد تغدينا بخبز الخلاص، فإياك نسأل أيها الإله السميع الرحيم أن نصبح بالسر الذي هو زادنا في الأرض من أهل الحياة الأبدية بالمسيح ربنا. الرب معكم. بشفاعة والدة الإله ليباركم الله الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بفرح المسيح.